صباح الخير. صباح الخير. اسمعني الموسيقى بتاع شكون هذه؟ هذه بحذا حبيبتي تحلى السهرية. ما انا مامور العازفات. هذه فما شكون مرة فاتت قال لي فرقة العازبات حيوهم دايلا فما بيسير. تفضل صباح النور. صباح الخير. ان شاء الله نهاركم زين. اي زوز عباد باش يرتبطوا ببعضهم لازمهم تكون عندهم فكره على شنو يستنى فيهم، وهذاك علاش عملوا البريود نتاع الخطبه باش الواحد يشوف الطباع وسورتو الديفوات، ما يجيش تجيه سوربريز بعد العرس. عزيزي ما في بالكش راني لن طيب لنهز لنمد، ولا عزيزتي راني كي نرقد نرفس نقدم ونسك. الزوز عرايس لازمهم يحاولوا يكشفوا عوارهم لبعضهم من الأول. بالطبيعة ديما فما المفاجآت، أما حكاية من حكاية تفرق، واللي ناوي على الخير عمره ما يخبي على الغير، على خاطر قد ما تطول الخطبة عمرك ما تقول سيعرفتو. راهو بعد العرس باش تعرف فيه حاجات جدد تقولش عليك عمرك ما شفتو. حاولوا تقولوا عيوبكم لبعضكم ما تخبيوهاش. قداش باش تخبي؟ قداش باش تخليه المكياج؟ وقداش باش تخبى تشرب فروزاتها في الجراج؟ اي مادام ناويين على العرس وما كومش طلبوا على طرب وفلس، ما تغزروش كان حتى لخشوماتكم، وغزروا القدام راهي العشرة كيكست الحمام. اي واحسن ما في الحكاية انك تصارح العبد اللي معك بالديفوات انه يسخيلك تفضلك، وانك على قليلة تهول، ونهار ما ينكشف المستور يشوف فيك هالطباع ما عنده لا يعلق لا يقول، لا بالعكس تلقاه متهيئ نفسانيا. في بالكم انا هي اصعب بريود في العرس، هي العميل الاولاني. إذا كان تعديوا منها العراي السلامات بلا جبيرة ولا كدمات يكملوا إن شاء الله حياتهم مثلني. أنا موافق على الأخر، العميل الأولين صعب على الأخر، العامل معناتها يقول لك شي ركب طبيعة على طبيعة. صحيح. طبيعة الخطبة غير طبيعة العرس. إي لا في الخطبة اسمعني ثم شوية محابات ثم شوية مجاملات، كما قلت أهم حاجة هي الوضوح. صحيح. وسمحني تلخص في كلمة برك. ايه. التأقلم. واصل دور واصل. سهلوها على رواحكم وكشفوا أوراقكم. نعرف صعيبة باش واحد يحط فضايحه على الشريطة، أما هو يحبك ولازم يقبلك باللي عندك، أما الاختر وقت اللي يحس روحه أنه تغدر وأنك خبيت عليه. صارحوا بعضكم ويوزيوا بلا جواندوات، حد ما ناوي ياخو ملايكة ولا عبد بلا ديفوات. ربي تم عليكم ويخلطكم تعرسوا سنة، الفايدة مش تكون كامل، الكمال لله، الفايدة في المحبة والفايدة في الهناء.